want Salah, we 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 want Salah. شاهد هدف محمد صلاح العالمي في منتخب موزمبيق اليوم. السلام عليكم. لطفاً قبل ما نبدأ ما تنسوش تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، وما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. أدلى بيها اليوم مهاجم منتخب مصر لكرة القدم مصطفى محمد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: مصطفى محمد خلال المؤتمر الصحفي: هدفنا الفوز بأمم إفريقيا، وصلاح بالنسبة لنا قائد بمعنى الكلمة، وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول استاد فيليكس هوفويد بواني عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، وذلك ببطولة كأس الأمم الأفريقية. شاهد تصريحات محمد صلاح النارية بعد مباراة مصر وموزمبيق: موقف لا يحسد عليه. تعرض له الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي للمرة الثانية خلال أيام، بعد أن أصر مسؤولي الريدز على دعم نجم الفريق المصري محمد صلاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية قبل ساعات من ضربة البداية للفراعنة أمام موزمبيق غدا، ودعم ليفربول بقوة لاعبه محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة مصر وموزمبيق، متمنيا التوفيق للاعبه المصري في هذه البطولة، الأمر الذي زاد من وضع يورجن كلوب في موقف حرج، خاصة أن المدرب الألماني كان قد خرج قبل أيام بتصريحات قال فيها أنه لا يتمنى التوفيق لصلاح في كأس الأمم الأفريقية. وقال ليفربول في